خلينا نروح بقى يا كريم لزميلتنا مريم سميح من مقر جريدة اليوم السابع، ونعرف كده برضو آخر الأخبار والمانشيتات وردود الأفعال. خلينا نسمع منك يا مريم، صباح الخير في البداية. صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بصبح عليك يا نهاوند وبصبح عليك يا كريم، وطبعا بهنيكم وبهني نفسي بالفوز العظيم ده وبتتويج الدوري للمرة الخامسة على التوالي وال42 في تاريخه. وبصراحة عجبني جدا الاحتفال اللي كان في أول النهاردة 10 الصبح في الأهلي، وكنت بتمنى أكون معاكم يعني بس ملحوقة إن شاء الله. ده لسه، ده احنا هنولع الدنيا على آخر الحلقة، خليكي بس أنت متابعانا. حقكم وحقنا بصراحة يا كريم. طبعا من هنا من مقر جريدة اليوم السابع معانا يعني جولة في أبرز الأخبار الرياضية. طبعا على مستوى الأهلي لا صوت يعلو فوق صوت الأهلي في جميع المواقع المصرية والعربية والعالمية، وكان معانا عناوين كتير، بس طبعا بدايتنا من المواقع المصرية من موقع اليوم السابع. الأهلي بيغلق ملف مباراة المقصة وبيبدأ في دراسة نادي مصر. أغلق طبعا الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف المقصة غدا طبعا في المباراة التي أقيمت أمس السبت بالتعادل السلبي. وطبعا احنا يعني كنا متواجدين قبلها بيوم يعني الدوري المصري ال 42، فأغلق الجهاز الفني برئاسة السويسري ني فايلر هذا الملف تماما، والاستعداد للمباراة التي ستقام في الجولة 29 يوم الأربعاء المقبل مع نادي مصر. طبعا يعني كل أنظار الجهاز الفني بتتجه يعني للتفكير في هذه المباراة. من الموقع الرسمي للنادي الأهلي طبعا عندنا تصريح لبادجي قال جاهز للتحدي الأفريقي وسعيد باللقب الأول مع الأهلي. من الموقع الرسمي للنادي الأهلي طبعا أليو بادجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن هو سعيد جدا بالتتويج بالدوري أو الدوري ليه طبعا مع نادي الأهلي العظيم، وقال ان هو سعيد برضو بالوجود والمشاركة مع الفريق. طبعا قال يعني او وصف النادي الاهلي هو النادي الاكبر في قارة افريقيا من خلال البطولات والالقاب. كمان وجه المهاجم السنغالي أليو بادجي رسالة للجمهور ان هو يعني هيعمل اكبر جهد عنده خلال الفترة المقبلة طبعا عشان يشارك مع الفريق في حصد البطولة الافريقية زي ما شارك معاهم في حصد بطولة الدوري. برضه من موقع الاهلي الرسمي يعني تصريح هام جدا لفايلر، ان فايلر لم نستغل الفرص امام المقصه ولن ارد على الشائعات. في تصريح هام جدا للمدير الفني السويسري ني فايلر طبعا للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، اكد طبعا ان مباراه الاهلي ومصر المقصه التي اقيمت امس السبت كان بالنسبه له مباراه على المستوى الفني، مباراه هو راضي عنها وراضي عن اداء اللعيبه، في فرص هو اتكلم عنها طبعا الاهلي لم يستغلها بالشكل الامثل، ده طبعا بجانب يعني الجول اللي تم الغائه في المباراه. كمان قال ان في منافسه قويه جدا في بطوله الدوري المصري كانت موجوده خلال الفتره الماضيه او الجولات الماضيه. كمان قال انه الاهلي واجه ضغوط كبيره جدا لانه كمان كان موسم استثنائي سواء بسبب فيروس كورونا او بسبب كل اللي واجهه الاهلي من ضغوطات. قال كمان انه الاهلي نجح في يعني جمع اكبر قدر من النقاط عكس الدور الثاني، ده بيتكلم عن طبعا الدور الاول من الدوري. وقال كمان ان هو راضي عن اداء اللاعبين وما قدمه الفريق. شدد فايلر كمان على ان احنا امامنا 4 اسابيع متبقيه على مواجهه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. هو شايف طبعا او اكد للموقع الرسمي للنادي الاهلي ان هي فتره كافيه للوصول لاعلى مستوى من الناحيه الفنيه والبدنيه. طبعا بخصوص كل الشائعات اللي خرجت خلال الفتره الماضيه عن رحيل فايلر عن صفوف النادي الاهلي، هو قال ان يعني اتعود على الشائعات خلال الفتره الماضيه او منذ التحاقه بتدريب النادي الاهلي، وان هو مش هيرد على الشائعات وشايف ان الاهم ان هو يركز الفتره المقبله يعني على كمان حصد بطوله افريقيا، وقال ان هو متعود على موضوع الشائعات. كمان تصريحات مختلفة وهامة من لاعبي الأهلي من برضو الموقع الرسمي للنادي الأهلي. عندنا مروان محسن نادي الدوري المؤمن زكريا وسنقاتل لحصد اللقب الأفريقي. الشناوي لعيبة الأهلي رجالة والدور على أفريقيا. كمان الشيخ قال سعداء بالدوري ونهدي الدرع للجماهير. كهربا قال حققت أول دوري في حياتي ولن نتنازل عن التتويج الأفريقي. عايزة برضو يعني أطلعكم على عدد من العناوين اللي تناولتها الصحف
عامة أو بشكل أو الألقاب اللي كمان قالتها على الأهلي المصري، كان الأهلي بطلا للدوري، الأهلي يهيمن على الكرة المحلية، الأهلي العملاق المصري، القلعة الحمراء تعزز أرقامها القياسية في مسابقة الدوري الممتاز. عندنا طبعا على المستوى العالمي مش عايزين ننسى طبعا الفرعون المصري محمد صلاح من روسيا اليوم، كلوب يكشف سر مستوى محمد صلاح. كشف الألماني يورجن كلوب طبعا مدرب ليفربول عن سبب ثبات الفرعون المصري محمد صلاح ومستواه مع الفريق، كمان أكد في الوقت نفسه ان يعني قلة من اللاعبين حققوا زي أرقام الفرعون المصري، ده اللقب طبعا اللي بيطلقه يورجن كلوب على محمد صلاح. طبعا قال المدرب الألماني كمان في تصريح لروسيا اليوم ان ارقام يعني محمد صلاح لا تصدق، خاصه مع المباراه طبعا مع ليدز يونايتد، والمباراه او الارقام اللي حققها صلاح في المباراه دي طبعا يعني تقول ان هو كان هيسجل هدفين من ركلات الجزاء، ولكن اذا لاحظنا مستواه في اللقاء فانه يستحق بالفعل تسجيل هاتريك ان لم يكن اكتر. طبعا اضاف يورجن كلوب انه لا يوجد الكثير من المهاجمين في جميع انحاء العالم حققوا أرقام صلاح بعد 3 سنوات استمرار مع الفريق، وإنه لاعب استثنائي. وهو كمان قال أعتقد بأن ثبات مستواه له سبب وجيه، هو حفاظه على نفس الرغبة يعني اللي لحق بيها في أول قدومه مع الفريق طبعا، وقال أو أتم حديثه إحنا محظوظين بوجود صلاح. طبعا عايزين نفكر مشاهدينا إن ليفربول النهاردة بيستعد يعني النهاردة الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، طبعا هيواجه تشيلسي. دي كانت جولة يعني عالمية وعربية وعلى مستوى الأهلي تحديدا، ويعني احتفاء المواقع المصرية والعربية بالنادي الأهلي. بشكركم جدا، مبروك ليكم مرة تانية، عودة إلى الاستوديو مرة أخرى. طب ده كان احتفال المواقع، بالنسبة لاحتفالنا احنا بقى الوضع مختلف، احنا عاملين كده حاجة على الضيق مش كده برضو؟ تمام، أنا بشكرك الأول يا مريم، شكرا ليكي.